انتماء المولى إدريس للأسرة النبوية خلاه يحقق نتائج إيجابية في وقت قصير بزاف، من خلال قبول جميع الدعوات اللي كان كيرسل للقبائل المجاورة. واللي ساعدوا في هذه العملية كان هو صديق الدرب الراشد الأوربي اللي بقى وفي لصاحبه، وكان له دور كبير في تأسيس أول دولة مستقلة عن الخلافة العباسية في المغرب. بدأ جيش المولى إدريس كيكبر، وكتكبر معاه المساحة ديال الأراضي، ما يعني بداية ظهور دولة جديدة في الأفق، وبالضبط في شمال إفريقيا، خصوصا بعد ما انضافت قبيلة زناتة الكبيرة للأراضي الإدريسية، وشوية بشوية قبائل وحدة أخرى كتبايع المولى إدريس بحال قبائل زواغة صدراتة وغياتة ومكناسة، بالإضافة لغمارة ونفزة والقائمة طويلة. المهم الدولة الإدريسية حطات حجر الأساس ديالها في أرض الواقع، والخليفة ديالها طبعا هو المولى إدريس سليل الأسرة النبوية الشريفة، وهكذا كتأسس أول دولة مستقلة في المغرب تحت اسم الدولة الإدريسية، وهذه الأخيرة اللي معلنات عن قيامها في شمال المغرب حتى دخلت قبائل أخرى تحت الطاعة ديالها أمثال قبائل صنهاجة وهوارة. وهنا غادي يصبح عند الدولة الإدريسية جيش ضخم وكبير، وغادي يكون له دور كبير فتح مدينة شالة ثم قبائل تامسنا المجاورة لها. ومن سال من هذا الفتح واتهنى على أحوال هذه القبائل، خلى مجموعة من الأتباع ديالو في هذه الأراضي اللي فتح باش ينشروا الإسلام في هذه القبائل ويعلموا الناس ديالها الأحاديث النبوية والقرآن الكريم. ثم اتجه بعد ذلك نحو القبائل الجبلية اللي كانت كتواجد في تضاريس وعرة بحال حصن فندلاوة وحصن مديونة وبهلولة وبلاد فزاز، ثم بسط السيطرة على كامل الأطلس المتوسط، ومن بعد رجع المدينة واليدي العاصمة ديال الدولة ديالو، قصد إراحة الجيش اللي غادي يخرج به مجددا بعد ما استرحوا في واليدي مدة ديال 3 ديال الشهور. غادي يتجهوا هاد المرة جهة الشرق، وما غادي يوقفوا حتى المدينة تلمسان اللي كانت آنذاك كيحكمها محمد بن خزر المغراوي. هاد الأخير مع وصل المولى إدريس بالجيش ديالو خرج عنده وقال له بلي أنا مبايع لك، غير ما تهجمش على المدينة ديالي. وهكذا كتدخل مدينة تلمسان تحت طاعة الأدارسة، وهكذا في أقل من عامين قدر المولى إدريس تأسيس دولة كتمتد من تامسنا غربا حتى لتلمسان شرقا، ومن شمال المغرب حتى الأطلس المتوسط. هاد النتائج اللي حققها المولى إدريس كانت بالنسبة للخليفة العباسي هارون الرشيد خطر محدق، لا سيما أن المولى إدريس في التحركات ديالو الأخيرة ولم تجه نحو الشرق، ما يشكل خطر كبير على ولاية العباسيين في شمال إفريقيا اللي هي تونس، اللي أصلا في هذا الوقت كانت كتعيش اضطرابات ومشاكل داخلية، وبهجوم صغير ممكن المولى إدريس يدخل لها ويدخلها تحت السلطة ديالو. هنا ما بقى قدام الخليفة هارون الرشيد إلا حل واحد، وهو القضاء على المولى إدريس بأي طريقة. هكذا غادي يكبح توسع الدولة ديالو اللي غالبا إلى احتلت تونس غادي يجي الحنين الماضي وبالضبط المكان اللي تزاد فيه وكبر فيه، وغادي يتوسع نحو إسقاط الخلافة العباسية في بغداد. وهنا قرر هارون الرشيد باش يجمع الجيش ديالو ويحارب به المولى إدريس في عقر دارو، ولكن قال مع راسو بلاش المسافة بين بغداد والمغرب راه ماشي سهلة، راه مسافة كبيرة، يعني الجيش ديالي غادي يعيق قبل ما يوصل، وغادي يسهل على جيش إدريس الأول باش يربحني. أضيف إلى ذلك ربما يغلبنا المولى إدريس حيت الحرب هذه توحد مضامن الانتصار، وإلا غلبنا المولى إدريس راه ما غادي يوقف بالجيش ديالو حتى للشام. وأنا طلب هارون الرشيد من الجيش ديالو التريوت، وقرر يغير الخطة العسكرية للخطة ديال الحيلة والغدر للقضاء على المولى إدريس. طلب هارون الرشيد لقاء واحد من أهم الرجال ديالو حيلة وذكاء، كان اسمه سليمان بن جرير الشماخ، وقال له بغيتك تهنيني من المولى إدريس بشي حيلة ما تخطرش على البال. وفعلا داك الشي اللي دار سليمان بن جرير الشماخ، جمع حوايجو وقصد المغرب الأقصى وموقف حتى القصر ديال المولى إدريس. قال له أنا راني هارب من بطش وعذاب العباسي وطالب منكم باش تحميوني منهم، وأنا راه كنت واحد من الرجال القراب للبلاط ديال الخليفة، يعني رجل مثقف وذكي. أنا المولى إدريس ربما تذكر شنو داز عليه فاش كان هارب حتى هو من العباسيين، وتذكر عناء السفر كيفاش حتى وصل المغرب وهو مخبي،
وربما حتى هذا الشخص هذا وقع عليه نفس المصير ديالو، فقرر باش يعطيه منصب بحال المنصب اللي كان كيشغلو مني كان في بغداد، لا سيما وانه كان ذكي وانسان مثقف قدر يستولي على عقل المولى ادريس ويكون في القرب ديالو. وفي واحد النهار رشيد كانت عنده مهمه خارج القصر ومشى يقضيها، وهنا شاف سليمان بن قرير الشماخ الفرصه باش يقضي على المولى ادريس، حيت رشيد اللي كان ديما حاضيه وشاك فيه راه خرج في مهمه خاصه وربما يتعطل في هذه المهمه. وهنا اتجه سليمان بن جرير الشماخ صوب الغرفه ديال المولى ادريس وقال له نسيت ما عطيتكش واحد الهديه يا سيدي، واحد الهديه ثمينه جبتها لك معايا من بغداد عاصمه الخلافه العباسيه، وهي على شكل عطر الريحه ديالو زوينه ومن احسن واجود العطور في بغداد، وقلت ما كاين ما احسن منه نعطيها للمولى ادريس. المولى ادريس كان كيتيق في سليمان بن جرير الشماخ وخذ منه هذه الهديه اللي كانت في الحقيقه عطر مسموم، ومع الرشه الاولى بدا كيحس المولى ادريس بالدوخه وشويه غادي يغيب. في هذه الاثناء كان سليمان بن جرير الشماخ خارج القصر بعد ما غدر بالشخص اللي تاق فيه ودارو في جنبه، وكان هارب صوب عاصمه الخلافه بغداد باش يعلم القائد ديالو هارون الرشيد بان المهمه اللي كلفوا بها راه نفذها بنجاح. لكن في هذا الوقت كان الرشيد يلا رجع من المهمه ديالو اللي كان كلفوا بها المولى ادريس قبل ما توقع الواقعه، ومع دخل الرشيد للقصر مشى ديريكت يطلع المولى ادريس في الغرفه ديالو، وتما غادي تكون الصدمه مني لقاه طايح في الارض حدا الكرسي ديالو، ومني قلبو لقى مول الامانه دا امانته المولى ادريس سلم روحه لبارئها. الرشيد كان انسان ذكي كما كنا قلنا في الاول، لذلك عرف مول الفعله، شاف كاع الناس اللي كانوا حاضرين ما بانش ليه شخص واحد وهو سليمان بن جرير الشماخ، وتما تاكد باللي هو مول الفعله واكيد غادي يكون هرب في اتجاه تونس باش يحتمي تما بالعباسي. لكن دابا ما غاديش يكون بعد بزاف على القصر ديال المولى ادريس، يعني يقدروا يشدوه قبل ما يوصل، وفعلا غادي يجمع الرشيد مجموعه من الفرسان وغادي يشدوا الطريق نحو الشرق، وتم اللحاق بسليمان بن قرير الشماخ. لكن بعد مده ديال يومين بدون ما يعطيو الفرسان ديالهم ولو شويه ديال الراحه، داكشي علاش مني لقاوه مخبي في واحد الجبل قرب واد ملويه كان كيستراح تما، مع سمع الصوت ديال دوك العودان جايين في اتجاهه ناض بسرعه ركب على العود ديالو، ومع غادي ينطلق وصل عليه الرشيد وعطاه واحد الضربه بالسيف قطعات له يديه. الرشيد كان باغي يقتلو بديك الضربه، لكن سليمان قدر يهرب حيت العود ديال الرشيد ما قدرش مازال يكمل المسير، وثم قرر يرجع للقصر لحضور جنازه المولى ادريس رحمه الله. اما عن امازيغ اوربا فكانوا اوفياء للقائد ديالهم، بقى فيهم الحال بزاف، وبقاو مبايعين الزوجه ديالو كنزه الاوربيه حتى ولدات المولى ادريس الثاني، وتم مبايعته كسلطان للدوله الادريسيه. اما رجوعا لشكون قتل المولى ادريس فالروايه اللي ذكرنا دابا كانت فقط تقريبيه للحقيقه، لان يعني المؤرخين متفارقين، كاين اللي كياكد هذه الروايه وكاين اللي كيقول باللي هارون الرشيد صفت ابراهيم بن الاغلب اللي كان من اهم الرجال العباسيين وقال له الى هنيتيني من المولى ادريس غادي نعطيك منصب والي على افريقيا. وهنا كانت سألوا واش سليمان بن قرير الشماخ اللي قتل المولى ادريس او لا ابراهيم بن الاغلب طمعا في منصب مهم في الدوله، لكن ما نتفق عليه هو ان الخليفه هارون الرشيد كان خايف على الملك ديالو من توسع الدوله الادريسيه وخاف ينهزم عسكريا امام المولى ادريس، لذلك توجه لمساله الاغتيال. توفى المولى ادريس الاول سنه 177 للهجره الموافق ل 793 ميلادي، وتم دفنه في جبل زرهون اللي مازال كيتواجد فيه الضريح ديالو الى يومنا هذا، وكيتقام فيه واحد الموسم سنوي اللي كيدوم مده ديال 7 ايام بحضور الاشراف الادارسه. اذا تال هنا كنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه الشيقه اللي تعرفنا عليها معكم على حياه المولى ادريس من البدايه للنهايه، وكنضربوا لكم ان شاء الله موعد مع موضوع جديد وروايه تاريخيه جديده
وإلا بغيتوا نستمروا في نشر حلقات أخرى على الأدارسة ونتعرفوا جميعا على حياة إدريس الثاني وشنو غادي يوقع بعد فترة المولى إدريس الأول، ونتعرفوا جميعا على حياة إدريس الثاني، ما تنساوش تخليوا لنا في التعليق كلمة مهتم، كما اللي بغى فيكم نتحدثوا على شي موضوع أو شخصية تاريخية من خلال حلقة خاصة يخلي لنا اسم الموضوع عبر تعليق باش نحاولوا نجمعوا عليه مجموعة من المعلومات اللي نقدروا نكونوا من خلالها حلقة خاصة ونشاركوها جميعا. كالعادة ما تنساوش تدعموا هذا المحتوى اللي كيهدف للتعريف بتاريخ بلادنا من خلال المشاركة في القناة، ودعم هذا المحتوى بلايك باش يوصل لعدد كبير من المتابعين. تحياتي لكم وإلى اللقاء.